إذا كنت تريد أن ترى كيف تتم عملية القصف بالبراميل عن كثب، تعال إلى مدينة اللطامنة في الريف الشمالي لمحافظة حماة. تأتي المروحيات تدور فوق البيوت الآهلة بالسكان، تستطلع، تحدد هدفها، تلقي براميلها وتغادر. يتوقف القصف، يخرج الناس من بيوتهم ليحصوا خسائرهم البشرية وينقلوا جرحاهم إلى المستشفيات، وليحزنوا على هذا التخريب لمدينتهم المستمر منذ سنوات. اللطامنة تحترق. يمكن قراءة هذه الجملة على مستويين، فبيوتها وأراضيها الزراعية تحترق بعد القصف، والمدينة تحترق منذ أن أعلن نظام الأسد حربه على السوريين المطالبين بالحرية دون توقف. ثمة فكرة غريبة يمكن أن يستنتجها المرء من مراقبة عمليات القصف الأخيرة، وهي أن ثمة ثأراً قديماً بين طلاب المدارس في اللطامنة وحكومة بوتين في موسكو. لقد أرسل هذا الأخير طائراته الحربية خصيصاً لكي تمطر مدرسة اللطامنة بالصواريخ، واستمرت تقصفها حتى حولتها إلى قاع صفصف. هل حدث أن شاهدت اللطامنة من الجو؟ هل تستطيع أن تقدر نسبة البيوت التي دمرت وتلك التي ما زالت تنتظر التدمير؟ لك الله يا لطامنة.